الله قول اتحدوك يا شيخ. حبيبي جالس يبث، اطلع قفل الباب يا حبيبي. طيب بث احد ما سك وشد حيلك في البثوث. ها نبي بثوث قويه احلى البثيث. مع السلامه. لو سمحت وين صديق حقكم؟ خويكم داخل يبي كابتشينو. صديق ايش ومين انت اصلا؟ انا عامر وكيل اعمال اللاعب المحترف سليمان. اوه سليمان كان قلت لي من اول تعال معي. واحد جديد. هلا والله اجيت تقول لي مكرونه؟ نودلز. نودلز نفس الشيء صبه وحقنا بس انت مسوي كشخه. لا اصول نودلز. طيب ورا ما توخر اوريك اصول الطبخ. هيا ورينا. طب وخر. يا شيخ هذا الشغل توك ما شفت شيء. شف يا ابوي حب ودهن. وينك من زمان يا اخي؟ بيجيك احلى جدول. وربي في مخك. مخك انت وش تقصد؟ لا يا ابن الحلال هذا الحين واصل اخر مراحل المتعه، ما عليك شوي تعود عليه. يعني مبسوط من الاخر؟ استمروا يا عيال استمروا وسامحونا على القصور. كنت بسوي سلطه بس ما لقيت خيار وطماط. الجود بالمجهود يا ابن الحلال. سموا 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 وسميتوا انتم قضيتوا ورا ما تغسلون. يا اخي ابي احل البلوكات هذه. شوف ما عندي الا حل واحد، حاول انك تواجه المرمى وتركن. يا سليمان يا اخي عندي سؤال من زمان ابغى اسالك. تفضل امرني. دحين يعني انت لما شفتني وكذا ايش كان شعورك؟ ها عادي. لا يعني بندرتا وذا ما انبسطت؟ الا انبسطت بس عادي. طيب معلش على المداخله، انا راح اسوي بطاط، تبغون اسوي لكم معايا؟ عادي. يا خلاص كل كلامك عادي عادي، بعدين تخسر في البطولة مو عادي، دافع لك زرط. مالي مالي، ركز ركز. أهرب لك دايما، ترجع دايما. أنت هربت دايما. تجحد بعد؟ ها شف، هذا وشو؟ هذا وشو دايما؟ وهذا وشو؟ كاتشب دايما، ما تستحي على وجهك أنت، ما تعرف تلعب عليمي. أنا عليمي يا غشيم. أنا غشيم، الشر علي اللي ألعب معك. قم بس ايش يا ابوي ايش انت تنفرش هنا؟ والله لا اسويك بالارض انت الثاني. تعال جرب. شكلك تبي ترجع بيتك مكسر صح؟ ايوه جيتكم واحد وجيتوني ثلاثه علشان ببيتكم. ها لو رجال انت وهو تعال لي بالاستراحه. ايش في يا عيال مش كان ازعاج؟ اشوف ذا اللي جبته متفلت علينا. انا اللي متفلت يا تيلي تيبيز. عموما مالي جلسه بذا المكان وفلوسكم خلوها لكم، واذا في واحد براسه حب منطحن يطلع بالشارع. يا عيال مهايط كبير ذا. ايوه انا مهايط كبير، عندك شيء؟ يا عيال هدوا يا عيال. يا سليمان انا ماشي، تدرس ولا تمشي معي؟ اكيد بمشي معك. قبل شوي عادي 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 ذحنا نطقت. روح يا رجال نجيب 10 زيك. 10 زيك مسوي فيها صيد الجو جايب بطاطس له. يلا يا سليمان مشينا. عامر استهدي بالله لا تضيع مستقبل الولد. الولد مو ضايع مستقبله، قبل شوي جايني عرض بالواتساب ب 30,000. يا سليمان وينك؟ وانتم مع كل طلعه لازم صراخ. وين سليمان؟ ليه ما نزل معك؟ ما ادري عنه ذا البزر، انت ما قلتي له يجهز؟ الا قايلت له من العصر بعد، بس لازم يلطعنا. اجل انا بسبقكم الخوالي وانتم جيبوه معكم. اخي يا مساعد فعل ايه لا تفعل بيه. سليمان انت للحين ما لبست، اخلص وطف السوني الله ياخذه من جهاز. ام الله يرحم والديك، بعد تدخلين علي الدخله ذي. اخويا يسمعني صراخك. وانا وش دخلني في اخوياك؟ اخلص والبس يلا، تاخرنا على خوالك. ماني برايح معك. وش اللي ما انت برايح؟ بتروح غصبا عنك. وش بتجلس تسوي في البيت؟ بيت خوالي طفش ولا في سوني، وش قاعد تسوي؟ اصلا انا افرح اذا جاي يوم الجمعه ورحنا لخوالك. ابيك ترتاح من السوني، عيونك حمر طول الاسبوع تلعب. طبي امه اسمي الحين انا اسمعني لا ترفع ضغطي وتناقشني. خلاص البس واخلص يلا. والله يا ماجد عبد الله كان ينوم الليل عقب صلاه العشاء ولعب بحراسهم الدائر والسنوبي والعواد. وش دخل يا خال؟ مو بشرط يسد الماجد يعني يفوز النصر. يا مباريات فاز الهلال وتعادل وماجد لاعب. يا اخي انتم النصراويه ما عندكم الا ماجد. انتم تتمنون ان عندكم واحد مثل ماجد ولا انتم حصلين؟ شوف النصر، شوف النصر وش جاب، ما يجيب الا اساطير. جانا رونالدو وسحب عليكم بس. ايه بس انا نيمار
جاكم نيمار، اقول نيمار هذا موقعين معه علشان تعالجونه، كل شوي اصابه كل شوي. الهلال نادي الاساطير ولا يعتمد على لاعب يا خال. انا ماني براعي كوره لكن عامر صادق في ذي. يا ابن الحلال كله كلام فاضي، في مباراه 3-1 في نهائي الدوري 1415 ترى بتاريخ سامي وثنيان لعب فيهم ابو عبد الله لعب. بس ذيك المباراه يا خال كانك تذكر الحكم ما حسب بلنتيين للهلال. اوه مسوي انك كنت موجود الله يصلحك في ذيك الفتره وانا خالك. اقول انت كنت في العدم. لا تقعد تدربي راسك بشيء ما تعرفه. يلا يا الربع العشاء. يلا يلا قوموا العشاكم سواني في الكورة ما تنتهي. اي والله ما تنتهي. بسم الله. يلا تفضل تفضل. تفضل يا خالد. بسم الله. لا اله الا الله. هنشوفك يا عامر. ان شاء الله يا خالد. الكبي يلا يلا جايكم. ايه جايكم في الطريق دقوا الولد. انا يوم كنت حامل بالسابع قالوا لي احتمال حملك ما يثبت. اذكركم كنت معك بالمستشفى وقتها كنتي حامل بحنان. لا أظن كانت حامل بفهد. لا فهد أنا جبتها بعملية. ما شاء الله يا منيرة وش ذي الجلابية الحلوة. والله وتغيرت وشلونك يا القاطع؟ الحمد لله تمام. مبطي ما جيت عندنا القصيم لنا سنتين ما شفناك. ليه فوت تتجنب بس؟ ايش رايك بس؟ اسمع تكفى بصورك. لا لا دقيقة لا تصوري. ابزيلك فيديو قبله بعد امانة امانة. سلمان تاخذي لي محتوى انت. اسمع سلمان بالله اطلع سكر الباب. عاد اقول لك انا ولا شيء. يما نمشي الحين ولا ترى باخذ تاكسي وامشي. وشو تاخذ تاكسي لحالك؟ هذا اللي ناقص. ايه عادي انا كبير. سليمان اعقل خلني اجلس مع خواتي واستانس. يعني امي انت تجلسين مستانسه وانا اجلس طفشان. طفشان ليه؟ العب معهم. العب مع ذول البزارين. سليمان هي كلها ساعتين وبنمشي نرجع البيت خلاص. طب وش قاعد تسوي في الساعتين ذي؟ وش مسوي بعد؟ خلاص خلي علي انا ارجع البيت واتفاهم معه. ابشري ابشري يمه. مع السلامه. سلامات عسى خير. يا اخي اخوي سليمان متغير ساير عنيد ومهايطي طلع له شعرتين بوجهه بالغلط وشاف نفسه. بالله طلع له شنب. اي شنب خفيف كنا باركود مثل شنب ذا. مات غلط لو سمحت. اللي وراك على سليمان يا اخي بثر ابطلع كفي ماني برايح المدرسه ماني برايح بيت خوالي عرفت هي عيال متوسطه. صدق عاد ودي يكون عندي اخو مثله. ابد خذه ما نبيه خذه لك حلالك. بلا اوفر عاد ترى كلنا كذا ايام المراهقه بعدين العمر ذا معروف يتغير مزاجه بسرعه ويحس نفسه انه كبير وما يبي احد يقول له اي لا صريحه. وهو صاد ياسر. عامر انتبه انك تشكبه ترى لين كبر بتصير شخصيته ضعيفه ومهزوزه. هذه بعلم نفس النمو يقال لها المراهقه المبكره يبي لهم دارهم سايس واذا هجت معكم ولا عرفتوا تحتوون تهجبوا وجركم لاموره خراب والدمار بس عشان يفض شخصيته. وش فيك انت خوفت الرجال؟ انت وش فيك انخرجت؟ يخرب بيته جملته طويله وفي كلام اول مره اسمعه. لا لا ترى هو بس من باب المبالغه ولا سليمان ما شاء الله تبارك الله متربي احسن تربيه وعاقل بس انت اكسب الولد ولا تنفره منك وبنفس الوقت لا تخليه على كيفه يعني على ما قال خلك ها وها.
ابي صب القهوة يا نوب. افا صب وانا موجود. ابا عادي كاهو يا وليدي. سمي يبا. سود الله وجهك. افا ليه يبا؟ وانا اكتب الفنجان يا التيس. وش فيها يعني؟ ذيك المرة عامر صاب لك ومال الفنجان وقلت له عشت. هذه السلسلة صبت رمضان. اما بالايام العادية لا. اساس الحركة ذي كلها مو منطقية وفلسفة زايدة. قهوة اشربها وقل الحمد لله. تبي تعلمني هالبزر؟ افهم اخذ عن وجهي. هلا والله بسلمي. اخبار علوم؟ تمون اخر يدك. قاعد اسلم عليك. حركات يا الشنب. وش بتحدده؟ مربع ولا دائري؟ نكت انت. لا تسوي صيد الجو. سليمان في اخر مراحل الطفوله المتاخره، وهذه بعلم نفس النمو يقال لها المراهقه المبكره، وفي اهم مرحله بحياه الشخص. يا يمين يا يسار، يا خير يا شر، واذا ما انتبهنا له بيجي فينا العيد. لازم كلنا نتحد لنعبر بسلام. وأنا قلت لكم لا يروح مننا الولد. جملة طويلة ذي شلون حفظتها؟ خليل انتظرني باقي لي جيم وادخل معكم. سليمان أبيك بموضوع. وش تبي؟ تبيها خط ولا جلد؟ ما فهمت، عطني اللي عندك. أيوة بدينا استلكاع. بس ما عندي مشكلة، أنا بشرح لك. تبينا نصير أخوان، جونا واحد، فاهمين بعض، كلنا رجال، ما عندي مشكلة. بالعكس أبشد حلتك وأعزز لك، بس بشرط يكون بيننا وضوح. تبي تسوي ذيب وأنا اللي أستذكي وتغبي علي أشياء، أبقرب عليك. ترى عارف حركات عيال متوسطة، أنا اللي كبرت وبسوي قدحة وجريات وددير بدر بدر بد. انتبه لي زين وركز معي، لا دق خشمك. تفهم؟ شيك يا ابوي طيب مريض. انا مريض؟ هوريك. تخيل يا ابو عامر انها ما كلت الا لقمه واحده. ماشي على نظام صحي يبا، مع انها كبر امي بس شكلها اصغر بكثير وحلوه مره. نوف بس حمد ما خبر عنده بنات. رجعنا لشجره العائله. بديت أطيب، بديت أحس بك عادي، بديت أحس بك خارج. صدقيني يا معامر خلاص ما عاد داني العزايم بالبيوت تجيب لي التكة في صدري. ما عزم إلا بلاونج ولا كافي ولا أنا وخوياتي ناخذ لنا شاليه. يا أختي أونس واشرح. أي والله إنك صادقة، أشرح وأونس. عاد هذا اللاونج خطير ما أروق إلا فيه، ولا عزم فيه إلا واحدة غالية مثلك. عليها مقهوة وحلى بالدماغ تدمنينه. بونجور مدام، شو حابة تطلب المس والماما؟ الماما؟ الماما ودها بدلة قهوة تقند الراس وصحن تمر سكري. يا حبي لك يا معامر. إيش أنواع الكوفي بينز اللي عندكم اليوم؟ عندنا كوستاريكي، كولومبي، أثيوبي. أوكي أعطينا 2 في 60 بس خليها أثيوبيا لو سمحت، والحلا أعطيني كرانشي سولتد كاراميل. أيوه أعرفه ده، هذا نوف دايم تطلب منه، أبي مثله. أي واحد؟ هذا اللي قلتيه اللي اسمه طويل. سميبا. شكرا. وإيش ذا؟ هذا غسال. وش أسوي يبا؟ هذا اللي قدرت عليه. وين رحت أنت؟ ما لقيتي تروحين إلا وقت قهوة المغرب. الحين أسوي لك أحلى قهوة. لا بارك الله فيك ولا بقهوتك، ما بيها. أروح أصلي. رحنا الكوفي وشربت قهوة سودة. أوف الله يكرم النعمة. قام قلبي يدق وارتفع ضغطي. أنتم ما أدري وشلون تشربونها.
طيب يمه وش تبين نحجز فيلم؟ احجزي فيلم عربي. هلا معامر لب عيني تسو قلبس، شوفي يا عيني احنا والبنات حجزنا شاليه فخم يحبوا قلبك. من الحيرة تبي امورك على يوم الخميس، عزيمة محفوفة. لا يفوتك ابرسل لك اللوكيشن شاليه رقم واحد. دوس الشاليه. ما شاء الله تبارك الرحمن. شيء فخم. يلا سلام. معلش بسأل ابونا وارد لك. الله يمه يجنن. تكفين بروح معك تكفين. هي قالت محفوفة. انت اضمن راحتك اول شيء، بعدين يصير خير. ها يا ابو عامر، عساك راضي علي الحين؟ كل الرضا، اصلا عمري ما زعلت عليك. اشتغل مفعول الكبسه. ابو عامر، ابي اطلب منك طلب. امري، تدللي، قولي لي تبينه، كم ام عامر عندنا؟ تم التهكير بنجاح. الجوهرة بنت عمي عزمتني بكرة على شاليه وعامر بيوديني. طيب وشاليهنا اللي حنا حاجزينه؟ حنا حاجزين السبت يا ابو عامر والعزيمة بكرة الخميس. ايه ما يخالف روحي ونبصي، المهم لا تروحين الا حطتين عشاي مكانه. احلى يمه شاليهات. وش ذي الطنخة؟ شاليهين بويكند؟ حاسدني؟ الله يهنيك. لا وخذ ذي بعد، ام اليوم شربة بلاك كوفي. قاموا في صالة السينما والفي اي بي يا عيال، ناظرة كرسي نهنة يقلب سرير. شوف ينجي طلبك والله الراحة. تفضل الطلبات مفتوحة. أما يعني أطلب أي شيء؟ أي شيء. خذي لك لفة وارجعي. كوي كوي ما فيكي وانا ألو. أيوة أمي. قول لأبويا اليوم أنا عزوكم على العشاء، أطلبوا اللي تبغوه. تبغوا جمبري، استيك لحم، استيك دجاج، أرسلوا لي على الواتساب. يعني شوف كيف يعني روح تابع يا عمي، تابع الفيلم. يا شباب بث مباشر لأحدث فيلم هندي نزل في السينما. يا شباب دعم 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 عشان نستمر في البث. الله يرحم والديكم. أوبس. لو سمحت ممنوع الجلوس هنا. مو دخلك، القاعة كلها محجوزة لنا وبجلس في المكان اللي يعجبني. المكان اللي يعجبك من المقاعد مو هنا. أقول لك هيا جيب شاهي، هيا روح جيب شاهي. مرهور عشان ركان صاحبي. هيا روح، هيا روح. صراحة يا شيخ راكان أهنيك على اختيارك هذا الفيلم خصوصا في البداية. والله يا جنك دعم أقصي بخير خصوصا هذا الولد، الولد هذا اللي 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 المتبني وطلع سبحانه هو العالم الحقيقي. أنا أتأثر صراحة. أنا هذا يعجبني بالأفلام الهندية، النهايات غير متوقعة. يا شكوش ما تحس انك خيستنا بريحه الاكل اللي معك؟ مسكت تاخذه سفري. تعرف ما احب اكل ولا اتفرج افلام ومباريات. يا عيال وشاكم ناقص استراحه، عامر فجر جوالي باتصالات. يستاهل النفسيه، ليه يا جماعه؟ انا صراحه عازم اهلي على العشاء وخايف اتاخر سلام. وانا بروح معك. خذوني معاكم. وانا اقول ما هو بوقت استراحات صراحه، انا عندي اجتماعات وشغل الصباح لازم انام بدري. صح على الشيخ ركان، لازم ننام بدري عشان وراه اجتماعات وحنا ما ورانا شيء، بس لازم ننام بدري. الا يا شيخ ركان. سم. انا قلت الا يا شيخ ركان.
ما ودك تضف وجهك مع اخوياك؟ يا ابن الحلال قل اخلص، وش عندك؟ يعني واضح؟ مرة. الا يا شيخ ما تخذلي واحد من 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 اخوياك عنده جوال مستعمل، يعني استخدام حشمة، ها؟ يعني ايفون 14 لون رمادي. يا سلام، انا جوالي ضرب علي، ضرب علي تو في البث، انت شفت علي ضرب علي، طقوه عين، حسبي الله ونعم الوكيل. انتبه جوالك في البثوث، ترى تضرب الجوالات احيانا. يا ابن الحلال حركاتك قديمه، ما بطلتها للحين. وينك؟ ادق عليك من امس ما ترد. بس شنبه مع الحب ركان، ما جمع الا وفق. ايه موجودين كلنا. ابد ابد حياك. ايش قال طويل العمر جاي؟ يا ابد يقول قريب. تدرون عيال ولد عمي ركان يملك اكثر من 100 مليون في حسابه؟ واذا عنده 100 مليون؟ الفلوس مو كل شيء، اهم شيء الاخلاق. انت لا فلوس ولا اخلاق، وانت لا اخلاق ولا فلوس ولا كرامة. الحين بدل ما تستأنس انك تعرفت على واحد مثل راكان، مليونير وكريم. مليونير نفسه، انا رجال تربيت على البساطة، ولا تغيرني فلوس احد. زين هالبساطة، خلنا واقعيين يا عامر. ما جاء راكان؟ لا 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 ما جاء. يا الله نسيت، عندي شغل ضروري لا يحتمل التأجيل. لك انسل امه يا شيخ عشانك يا طويل العمر. يا هلا تفضل، حياك حياك. يلا حيا يلا حيا، يمتص شوي واخي. شو اخبار الشباب؟ تركي هذه هدية مني لك، جوال جديد، ويا ليت انك تقبله مني. جوال؟ جوال ايفون ورمادي؟ شوف شوف، انا راح اقبل منك الهدية هذه. ليه؟ علشان بس ما احرجك قدام اخوياي، بس. ما يحتاج كل ذا الفيلم، تراه جوال. لا تقتل المتعة يا عامر. حتى انا ابغى جوال رمادي مثل تركي. ابشر بالخير يا كفته. الزبده يا عيال، جاء على بالي سكت بلوت. انا وياسر وصالح شكش اربعه يا ركان. انت يا امعه ليه تساله؟ اربعه اربعه ليه؟ لا بس قبلها خلنا نطلب عشاء من مرسول، نتعشى ونروق ونلعب. لا لا كذا كذا كثير، كذا اوفر. وعزمنا على العشاء بعد يا اخي. الله والله ما خليت لأهل الكرم والجود شيء. أنا ودي بس يرجع بي الزمن 10 سنين علشان أخويك طال عمرك. يا الحبيب خلصت تدعيس؟ إيه. ترى شكلك بايخ وغبي ومفضوح. بالله واضح كذا؟ واضح مرة. أجل ما دام الموضوع كذا واضح ومفضوح، تراك نسيت تجيب لي ستيكر حماية للجوال، أبيها الحين. السلام عليكم عيال. وعليكم السلام. تفضل حياك الله. أعرفكم على ولد عمي رجل الأعمال راكان، توا فاتح فرع شركتهم في الرياض، وهو أساسا من أهل الخبر. ما شاء الله، تو ما نورت استراحة. بنورك الله يسلمك. إيه كابتن، في الخبر عندكم استراحات؟ عندنا ديوانيات، بس أنا بالنسبة لي أحب أجلس في الشاليه على البحر، وفيها مسبح أكبر من استراحتكم هذه. غريبة ما نمت للحين، بالعادة أهل الخبر نايمين هالحزة. لا بالعكس، من اللي قال لك؟ الخبر المدينة التي لا تنام. يا عيال عندي لكم خبر زي الزفت. توني مقابل ابو عبيد راعي الاستراحه، يقول لي شوف، قل لاخوياك السملق، ركزوا لي على السملق، اذا ما سددوا اجال الاستراحه بكره راح ينطل عفشكم برا. ايوه يلا يا عيال تحركوا ودبروا الدراهم. ما يقدر يصبر شهر على السملق؟ ولا يوم واحد، يوم واحد لا. خلاص من هنا لبكره بتنحل. معليش يا ولد العم، اليوم كان الجو في الاستراحة متلخبط ومتكهرب شوي عشان موضوع القطة وكذا. بالعكس تستهبل انت، الشباب مرة رهيبين واجواء الاستراحة مرة تحفة، علشان كذا انا بطلب منك طلب بس تكفى لا تردني. بس طلب يا ولد العم، انت تامر امر، قل وش تبي بس. انا دفعت في التلفزيون. ايش دفعت في التلفزيون يا بكاش؟ انا غيرت بطارية الريموت على حسابي مرتين. يا شباب عيب عيب يا جماعة الخير، نخسر بعض عشان. ايه سلامات. تزرف بلاي ستيشن ياسر؟ رجع رجع رجع. ايش فيك يا عامر؟ مشكلتك يا عامر سوء الظن، سوء الظن. انا قبل شوي ها تو مكلمني ياسر في الجوال وقايل لي جيب البلاي ستيشن حقي. يا عيال عشان ما تخرب بيناتنا اغراض الصراحه نبيعها بالحراج، وانت قاسم الدراهم بيناتنا. سلامات يا ابوي، وش اللي تبيعون اغراض الاستراحه في الحراج؟ نبيعها بدل ما يجي ابو عبيد ويخليك تلقطها من الشارع، نطلع بكرامتنا ازين. ما يقدر،
ولد عمي راكان دفع أجار الاستراحة ولسنة قدام، يعني يخسى أبو عبيد تشوفونه في الاستراحة. كهو الله يجي راجل أم القهر راح بلاشتيش. وبأي صفة يدفع عننا؟ شحادير حنا ملياردير وما يهم أجار الاستراحة هذا. وبين وبينكم يعني عاجب تجمعاتنا ولمتنا وما يبغانا نفترق. وإذا ملياردير بيشترينا بفلوسه يعني؟ ها وراك يا ودلع ما هي من عوايدك بدل ما تشكر وتقول كذا. لا تكون ناكر للمعروف. هذولا والله هذا والله الناس اللي تنحط على الراس. صدقوني يا شباب أنا لو أني شاعر كان سويت فيه قصيدة مدح، أما أنت سويت فيه قصيدة هجاء. إيه أنت راكان وينه؟ ودنا نقابله الحين ونشكره. إي والله يستاهل. مع نفسك أنت وياه، روحوا أنتم وانبسطوا فيه، أنا ماني برايح. ثلاثة آلاف ريال غلطانين معطينك فاتورة الكهرب حق المطعم. مسدد إيجار الاستراحة وعازمنا على حسابك بثلاثة آلاف ريال؟ يا ود أبويا ما سواها. صحة وعافية يا شباب تستاهلون. لا تنسون أنتم أخويا ولد عمي ياسر، وأنا الحمد لله أموري طيبة. أنتم إذا احتجتوا أي شيء أنا تحت أمركم. لا 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 لاحقين لاحقين هذا المواضيع إن شاء الله. لكن شوف بهالمناسبة أنك عزمت على الطاولة الكبيرة ذي لازم نرد الواجب والجميل. احنا في الاستراحة عازمينك على برا شاي يسويه صانع. يا سلام علي يا سلام علي. يحيى العد يحيى العد. عرض مغري صراحة يا شباب والله، لكن انا عندي اجتماع في الشركة فلازم اخلصه وبعدها ان شاء الله بجيكم. الا بس بسألكم عن خويكم ذا اللي اسمه عامر، وينه؟ عامر حسودي. عامر مشغول مع اهله، وترى الرجال يثنى عليك بالحيل بالحيل يا ركان. هذا من طيبك وطيب الله يسلمك. اجحدها بعد صارت 40,000. سوي الحين يا اخي خلاص من يوم وانت تلعب عطني اليد بلعب جيم واحد كسر راسه. كسر راس مين؟ خلي الولد يتدرب. طيب دقيقه واحده ابوريك حركه دائما اسويها بشكوش. يا حبيبي خليني اركز. ساعد اخيرا لقيتك يا شيخ. شوف هذه الاغراض كلها وصلت اللي احتاجها عشان اصور فيديو. سلامات يا ابوي. مضيع الصناعيه انت؟ لا يا حبيب هذا اسمه صالح، محتوى حق تعديل السيارات. ام عاد اسمه صالح. سبحان الله اي واحد اسمه صالح يحب المواتر. عندي ولد عمي مراهم السوق، اي شيء تحتاجونه منه تحت امركم، ترى انا وكيل اعماله. عندكم بطوله هيلوكسات وبطوله مواتر، ابشر بعزه. مالي دخل، كلم الرئيس. ام عاد هذا الرئيس. السلام عليكم. عليك السلام. خلاص بقد مده. طب انت وش عندك هنا؟ لا بس جاي اوريك معفشي وبمشي. مع السلامة. مع السلامة. لعد تجي. يا اخي عطني يا اخي. ابن الحلال لا تشغلني بخلص هجمتي بس. ما لعبت من اليوم انت تلعب كل يد ابن الحلال بخلص هجمتي من اليوم. لا 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 لا. سلامات. يلا اطلع انت وياه عن غرفة الولد. طيب دوري. دوري؟ اسمع ابو عمر مسوي اندومي على كيف كيفكم بالمطبخ. والله مشينا بسرعه بسرعه قبل ما ياكلها بندريتا. عرف له كيس اندومي يجي براسه. جيب البطولة والله لنضبطك انت واخوه. كفو يا بندريتا احلى بطاطا.
باقي شوي يا سليمان. تقدر يا بطل. خلاص وقف وقف. جو. خلاص راحت. وانت مدرب على الفاضي. قام شوف شغلك رقم الثالث. يا اخوي اسكت انت الثاني بل بناقص. باليوم اقول له فك الضغط مو براضي يسمع. فك الضغط. يا سليمان. فك الضغط. جديدة بعد اليوم يقول يبي يروح الكافي مع اخوياه. اقعد يا الكافي، من متى تعرف الكافيات انت يا ورع؟ اخوياي قالوا لي بنطلع وقلت بجي معكم. وش فيها؟ شلون وش فيها؟ ما عندك اهل تستاذنهم؟ هذاري بستاذن منهم، واذا ما وداني عامر بروح بتاكسي. تفضل تفضل تاكسي بعد. ايه وهو بخط شنبك. خلاص سويت انا القوي انا القادح انا الكبير. عقال وخلك رجال. شغل تاكسي ما تاكسي ما يمشي معنا. واسمع كلام امي وانك ترفع صوتك عليها. اوكي ابقى لها مبزره بس. يما ترى الدنيا تغيرت. صح سليمان توه مراهق بس عنده حسابات بالسوشيال ميديا، يشوف يعرف كل شيء. وانت يلا هديك تبغين تربينا مثل ما ربيتي عامر. ما كان عند الكورة بالحوش وسيكل. يعني تبين تعلميني وشلون أربيه؟ أكيد ما أبغى أعلمك شلون تربينا، أنت أبخص. بس سليمان يحس نفسه مسؤول عن نفسه ولا يبغى حد يقيده. أنت خلي عينك عليه وسايسي لا تصبكين عليه مرة. خلص بخليه يطلع معك بس انتبهي له. ابشري من عيوني. تبين انت سليمان حبيبي وش فيك يا اخي؟ قل لي وش فيك والله بساعد. اخوي متوعدين بكوفي، امي قالت لا تروح. بس كذا؟ طب متى متوعدين؟ بعد المغرب. خلاص لا تزعل نفسك ولا شيء، انا بوديك. بس انا كلمتهم قلت باين مديني يجي اللي منشغل مع اهلي. سهله قل له خلصت شغلي مع اهلي وجيتكم. الله والله احلى مهيتو مع محمد وسلطان والحب سعد نورين. هلا والله سليمان بنورك والله. هماك تقول ماني بجاي؟ خلصت شغل الوالد جيت. طب هو اللي جابك؟ لا يا رجال جيت تاكسي. انت اهلك خلوك تجي تاكسي عادي؟ اي عادي، ابوي يقول انت رجال دبر عمرك. هلا سليمان لا تشرب بارد، بكره تلتهب عندك اللوز وابلش فيه. تراني شفت سنابتك. اي بالكوفي. ما سالتك وينك؟ قال له يبدل لك المشروب بشي دافئ. إيه كلهم جو كلهم جو. ولا تتأخر ترى وراك مذاكرة. الله يسلمك الله يسلمك. يلا تبي شي؟ يلا يلا مع السلامة. يلا عندي فكرة يا عيال، شراك نروح كلنا نتعشى مع السواق في محل شاورما قريب من هنا. باطل قدام. خلاص أجل بخليه يقرب السيارة على ما نخلص من هيك. مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه مغناطيس لناس غريب.
تيك توك يا عيال، أمي راجعة الساعة 3 الفجر ومشغل اختياراتي، أبو عامر يعاين الأضرار من هذا المشوار. سلامات يمه، ما عندنا أمهات يجون الساعة 3 الفجر. وأنت وش دخلك؟ هذا اللي ناقص، ما بقى إلا البزران يعلمونا متى نجي ومتى نروح. من تقصد؟ لا يكون أنا. اختياراتي مدمرة حياتي، اختياراتي مدمرة حياتي. أم عامر وش هتسيب؟ خير إن شاء الله. وين حنا بشركة؟ وبعدين وش فيك هالأيام صاير تصارخ علي؟ ترى ماني نوف. وش دخلني أنا هالحين؟ توس تقومين؟ لا فطور ولا غدا. وميري حضرتها وش جالسة تسوي؟ شكل أمي بتفوز. أمي جالسة نبي شغالة تطبخ. هجمة مرتدة من الوالد. يا ابو عامر اشوف لسانك طال علي. الا رجلك اللي طالت على البيت. الامور تحدث، قامت الحرب. ترسل لمين انت؟ اوقف العيال بالاحداث. انا ما طلعت من وراك، استاذنت منك. اسمعي يا ابو عامر، من اليوم ورايح ما بيطلع خارج البيت. اوف، الوالده ما لها حل واحد. وشو تلعب عمق؟ وانا من اليوم ورايح ماني بطابخه. اوف، بالضرب القاضي انا هده. قايل لك ما ينفع معهم إلا قطع الامدادات. هاي هاي، سويت جريش بس سويت ميري. يلا باي باي باي. عاجل عودة العلاقات بسلام. باي. شاء الله ما كلف الوالد، رضى بجريش. ولو مرقوق أقوى. يبا تكفى، عطني الريموت بغير القناة، بدت حفلة حماي. يا الله حسن الخاتمة. ما يحتاج عاجل، كل شيء واضح قدامكم من قلب الحدث. قدام الناس. اي والله قدام الناس. بسم الله. مهند، هاللبس اللي لابسه من وين شارينه؟ والله شريتها من أوتلت سويسرا. سويسرا؟ ما شاء الله، متى رحتوا ولا علمتونا؟ الإجازة اللي راحت. هماس تقولين يا غادة أن ذا السنة محنا مسافرين؟ رايحة أوروبا ومغبية علينا، بننظل صحنا؟ مالت عليت وحاطتن برايفت ستوري علشان ما حد يدري؟ لا يا حبيبتي، حنا ناس شايفين خير. رجل يلا يطول بعمره، العام مدري قبله مودينا الصلالة ومتمشين وشايفين خير، منا بنخبي ونحط برايفت ستوري عشان ما حد يشوف. توقع مو هذا موضوعنا يا حصة. وشلونكم؟ إن شاء الله بخير. وشلونك يا أخوي؟ ترى أنا مشتاقت لك، واعذرني مرة أنا مقصرة معك. ما يجي منك صورة يا خيتي، أنا طيب وبخير والحمد لله رب العالمين. فيصل ومعاد جو. يس، شوي شوي لا تطيحون. الله يصبحكم. بس انت ويا صجيتونا. معليش والله بطيت عليكم، رحلة زوجي الساعة 9 للمطار وقال مرة واحدة اوديكم لهلكم. ما شاء الله، وين مسافر له؟ بابا مشغول مع الدوام، عنده انتداب في جدة، مديرة طالبة بالاسم. ايه مديرة،
ورا ما خباكم معه. ما تسوى كلها يومين. انت داب يومين وويكند ما عمرها صارت ذي. ايش قصدك خلت حصة؟ ابد مو بقصدي شيء، اسأل يعني ما اسأل. نوف بدوى ايش رايك تجيب معي فوق غرفتي؟ الله انا مره احب هالفقرة، بوريك فيلم مره يجنن، بيعجبك بيعجبك اللي تبين. بس تعالي معي. حياكم الله يا اخواتي، هذه والله الساعة المباركة والساعة اللي اشوفكم فيها ببيتي ينشرح صدري. هلا بك يا اخوي، الله يخليك لنا ويطول في عمرك ان شاء الله. انت وصيت ابوي الله يرحمه قبل ما يموت، قال لي خواتك خواتك خواتك. الله يرحمه ويغفر له ويجمعنا معه بجنات النعيم. اللهم امين. ايش في الوضع قلب حزن فجاه؟ عادات وتقاليد، الوالد قرر انه يجمعهم في المنزل ويصيحهم دفعه واحده. هذه اخرت اللعبه مطابه. مهند وات هابن بيبي؟ ماما والله هو اللي دفني. سعيدان هذا نذل، هاي هنا سعيدان ادواك عندي. هو حطته في ولدي سعد ضعيف. اذكر الله يا اخوي الله يهديك، الحين توك تقول ان وصيه الوالد لك الله يرحمه. ابوي مصيري فيكم انتم، ما هم عيالكم الهمج. خلص يا ابو عامر ما صار الا كل خير. يا ميري ميري تعالي كنسي الارضيه. عامر ورا ما تاخذ البزارين وتلعبهم بالحوش عشان ما يصجون اخوي. سلامات شايفتني مهرج. محشوم يا ولد اخوي، وهي صادقه الصغار يحبون يطلعون معك وما يسمعون الا كلامك. انا وسليمان وسعد فريق وانتم فريق. اوكي اوكي يلا الدقه. من اولها كذا. انا بروح اجيب الكوره. وين يا ابوي؟ ما عندنا ورعان يطلعون الشارع. انا بروح اجيبها ولا احد يلحقني. اوكي زاد. امسكوا عيالكم يا اخي. المعذره يا الغالي، ما قلت لكم لحد يلحقني. امس ابوه ما تعودها. امس قدامي. خلاص يا عمري انت والله خير خير ان شاء الله. وش فيه عامر؟ طقني وجعني وجع قلبك ان شاء الله. وش فيك على ولدي؟ ولد جني وبثر وما يسمع الكلام. انا وابوه ما طقينا، تجي انت تطق ولدي؟ والله يا خالي عامر طق وكذا طخ. كذاب. خير ان شاء الله، وانتوا عازمين عشان تطقون عيالنا. مهند ماما حبيبي كم يو هاف تو واش يور هاند، ذا دينر از كومينج. يلا حاضر ماما. مهند المدلل ما ينطق، بس عيالي أنا وجوارهم اللي ينطقون. لو سمحتي لا عد دخل ولدي في مشاكلكم زين؟ دينر is coming يعني أني ولدي يدرس في مدارس عالمية مالت عليت وعلى ولدت. الله يخلي لها، محترم ومؤدب مو مثل ذولا. ذولا طالعين عليك يا الأشهب. فرق هذا ضعيف ما عنده محل. سليم سليم يا درجن سهل الكورة. شكوش قط عليا. دخل شكوش تستهبل انت. وش لو تبينا نفوز ومعنا كفته وشكوش؟ عطهم عطهم. ركز انت وياه يلا. لا تضحك انت. يا العجل يلا 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 يا ركز ركز يلا. ها 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 شكوش شكوش ودي ياسر سلام. ها يلا يلا ياسر حلو. هات 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 هنا هنا هات. تعال تعال لا ترسل، غطي معانا، خلي الفقي كفته يرسل. ركز. ها ما عليك ازهمني. اولا كفته اخر نقطه. ركز ما يوصل. قهرتني. في احد يرسل برجله؟ الله يكسر رجل العدو يا شيخ. يا شيخ ما احنا فايزين لو نلعب لا صلاه العيد. يرحم امكم يا عيال، ركزوا، فازوا علينا بشوط فزنا عليهم بشوط، باقي الفاصله. اوكي
راح نجيب الكوره بس خلص عليها. وش ذا المبزرة؟ وراهم مقفلين على سياراتنا زي كذا. شوف ذا وش يسوي هنا؟ يا لبا والله هذا الجيمات الصدق. وش تبي انت بعد؟ يا بنت الحلال لا تقعدين تنافخين، انا جاي باخذ الكوره وانتم طلعتولي. يا عيال تركيز ها، الشوط الفاصل لا يروح مننا، ما نبي الدرج وحيد يضحك علينا. ايوه دقيقه يا عيال، في فيلم شوي وراجع لكم. اوف 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 اوف، وش ذا الفساتين والحركات؟ رايحين عرس؟ في احد يعرس في رمضان يا غبي؟ تسالني انا؟ هم اللي كاشخين اسالهم. هذا مو فستان يا جاهل، هذه جلابيه رمضان. اذا هذا ستايل رمضان اجل شلون العيد؟ اهدى اهدى سم. ممكن تخلي شلتك يوخرون سياراتهم عشان نقدر نمشي؟ وين تروحون؟ نعم تحقيقه هو. ايه تحقيقه هو. تستهبل انت؟ يعني ايش معنى اخوياكم مقفلين على سياراتنا وسياراتكم لا؟ انا قلت لهم عادي وقفوا عند استراحة أربعة، واي واحد يوقف عند استراحتنا بفلم فيه. طيب بسرعة يا القوي خليهم يطلعونها، ترى تأخرنا. تأخرتوا على وشو؟ توه السحور ما جاء الساعة 10. ما بسحور، هذه غبقة مشاهير. اها اوكي. وش ذا غبقة؟ هذه غبقة علمك عنها بعدين. بس لا لا ما عليك، عندي غبقة سعيدة والله. طيب المشاهير ولا المشاهير المشهورات؟ مو بشغلك، بعدين هذه غبقة محفوفة، ما حد يحضرها الا بدعوة في اي بي. اقعد يا الفي اي بي، ما لقوا الا انتم يعطونكم دعوات. لا والله غلطانين، كان المفروض ينادونك انت والجحلط اللي معك. انا اقول انت واخوياك شنو سياراتكم الحين، لا اعجن وجهك بالزفلت. مره قوي يا ابو حمود، طال شعرك بديت تهايط. واللي يقول لك ما في طال على السيارات الين ما اخذ دعوه انا والعيال. يا اخي ايش تبي انت؟ ابجي اشوف ايش الغبقه ذي، اسمه غريب وشكله تونس. يا ليل النشبه، خلاص ما يأسني له دعوه يفكنا من شره. اوف منكم، خلاص برسل لكم دعوه بس ها لا حد يجي الا انت وذا. وهناك لا نعرفكم ولا تعرفونا. ابشري من عيون الثنتين. يا عيال اللي موقف سيارته يجي يطلعها بسرعه، في بنات كاشخات مستعجلات بيروحون غبقة رمضانية لابسين جلابيات أخضر وأحمر وأزرق، لا حد يقول ما علمتنا. بص فشلتنا والله فشلك. أيوة كذا أدب. الشيخ حسون عندنا في ذا، يا هلا ويا مرحبا، نورتنا نورت يا حبيبي. يا هلا نظامك كذا. أقول روق بالمنقة. تطيب تطيب تطيب، عود كمبودي ازرق توني مطلع من الثلاجه. ايوه ايوه هذا الجهل جهل جهل، يتطيب جهل ما يتطيب غير. خلاص خلاص خلاص، لا انا استيك بحلب امك. حليب امي خلاص. دير بد دير بد دربد دربد. اوه وش ذا يا ولد، متاكد ان ذا الموقع؟ ايه يا ابن الحلال متاكد. ليه؟ كنهم جماعة حمولة يسلفون مع بعض عادي. يا ابن الحلال عادي، هم كذا المشاهير جوهم عائلي، لا صار عندك نجمة صفرة إن شاء الله بتصير زيهم. دعواتكم يا شباب. الله يوفقك ويسر لك أمرك. استهبل أنت، استهبل يا ولع أنت وياه. دعوات يعني دعوات الدخول. سم سم بس هذه دعوة واحدة. عشان كذا دعيت لك. علشانك دعيت لي أنت، أنت بداخل هذا اللي بيدخل وبس، تبي تدخل أدخل. يا ابن الحلال المثل يقول ضيف الأجواد يعزم، وياسر عزمني وأنا جيت معه، لا تدقق. جو الأمثال والحكم ذا ما يمشي علي، هذا يدخل وانت أمسك الباب أخلص علي. هل جا تقول يا حسون رصيدك وصل 1.5 مليار في البنك؟ ما شاء الله.
هذا بريال بالدولار ب16,000 برسليني. حركات يا حسون، كف يا شديد. كف قطيب، لا تعودها. ما شاء الله عليك حسون، أبي أصير مثلك. شلون؟ دقي بقلب. بس أنا ما عندي وظيفة، أحتاج تسلفني. لا أنا ما أسلف للبنات. ما شاء الله، لو إنها فلانة كان سلفتها. وش قصدك؟ تقصد مهاوي؟ ما قلت لكم أنا عندي لغات؟ أوه لا، أوه ماي جاد، بالله بالله قلنا وش اللغات اللي عندك؟ أرامكو، ريال مدريد، برشلونة، جيفنتوس. أمريكا، عند النصر السعودي. لا حد يسوي خوي. ايه شرشبيل، حركات قديمه، حركات منفوحه، ما تمشي معي انت. لبسك هذا اسود باسود كانك شنطه اور. ايه عقل، لا الحين اعطيك واحد. اوكي عامر، عامر بس انحلت. هذيك هي مي. اي والله مي. يا مي، مي يا مي، هنا هنا مي. لا تلتفتين، عامر وياسر وصلوا وقاعدين يقشرون. سووا نفسكم ما شفتوهم يا بنات. يا ويلي هذول بيفضحونا. ايوه. اه عامر، شفت المحاورة؟ حسب الدعوة سواليف. شاعر توهق برا. خلوها. اجيك واجلدك بلساني وبيميني. تزمر على الناس يعنني ويعنني. طيب تزمر على الناس يعنني ويعنني. والله ماني برد عليك وانت في مدرج. انزلي في الملعبة. يلا هلقم، هذه نهاية براشك. تبي نزبينك وتهج؟ يا فقي كل الناس طالع فينا. تحسبني بخاف منك؟ لا يا ابوي، مو بعامر اللي يخاف. جهز ردك جايك. لا داعي، لا داعي. وانت رح شف لك شغلة غير المحاورة يا ولد. يلا انزل، يلا انزل، وراك خايف. انزل. ما انت بكافو لو تجر الصوت بتصايح. لو طال صوتك ما سوى بي ولا حاجة. شفتوا لعبت فيه حقه وما جاء. اتوقع بعد اللي صار له بيعتزل المحاوره، واذا رد عليك ترد عليه بابيات اقوى. انا بصراحه رحمت الراجل، المفروض تعتذر له. ما اعتذر له، وين احنا بمدرسه. يا ابوي هذا مواجه فرسان، اذا ما هو بقد التحدي لا يهايط قدام البشريه. كفو تنطحها، كفو تلحقها، كفو كفو كطيب. يا عيال انا ملخ، وشلون ولد عمي شاعر ولد عنه لليوم؟ صدقت الحين ولا انت في جبهتك ببيت؟ لا 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 لا، حكم اللي شفته اليوم ما ابي منك لا بيت ولا شقه. هلا والله بشاعرنا، بكره ابشر بعزك يا رجال. لو من فاضي افضالك. خلوها. هذا
رجال. عامر هذا جيب رنج آخر موديل تستاهله. يوم الخميس الجاي إن شاء الله زواج بنت صديقي أبو مشاري بالمجمعة، ويبون عامر يحضر عشان يحيي الحفل. وجارتنا أم ناصر تقول زواج ولد أختها يوم الجمعة في الدمام، ويبون بعد عامر. مساء الخير فنور. سلامات يا نوف. وصلت للجامعة وإلى الآن يذكرون لي اسم يبوي. وش خليت للبزر سليمان؟ إني وش دخلك أنت؟ نوف يا عامر تسجل طلبات قرايبنا، جوالي ما وقف، يبونك تحضر وتهي حفلاتهم. تعال يا عامر يا الكفو، اتصدق كل ما أشوفك أتذكر خالك مساعد الله يرحمه. طيب وش المقابل؟ إيش المقابل؟ المقابل تروح خصم عليك. عامر بالله لا تصفط وعد بكرة، صديقي راكان يبيك تحضر زواج أخوه ويبيك ترفع فيه وتمدحه عند نسايبه. أيوة ما بقل لميري سألوها يمكن تبيني أحيي حفل ولد حارتهم في مانيلا. الجمعة 31/12 برفحة. تمام، حول عربون 15,000 عشان أكد لك الحجز. هذاك بالأيام العادية، هذا غير التذاكر وبكت ماني. أنت طالبه برأس السنة، تبي ولا كنسل؟ زين زين أنتظر عربون. من صرت مدير أعمالك واتصالات ما تقف، تراكم حجوز خميس وجمع وسبت فل أوردر. كفو عساك على القوة يا المحزم، بس ورا ما تغير الدفتر ب40 بايباد، تراك مدير أعمال أقوى شاعر محاورة بالوطن العربي. وشو له الخسائر أيباد ب3000 دفتر ب40 بريالين؟ يوفي بالغلط، واهم شيء المضمون. الزبد أبوها الشاعر ذا وش قال له؟ مترك وده يلعب معك محاورة، وترى يتحداك بسناب قل بلعب معك محاورة بخيمة حنا لها. وش قلت؟ كلمة. وقل لعامر قبل التحدي والوعد بكرة، وخلى العيال يجون. شاعر ولا فكرتي في الشعارة، وطلق شنب مشروبي فنجاله. ولا كل يبي يصور كيبي جوال. ولد مكسور، لا مكسور. دقيقة يا رجال، الرجال هذا متحديني بالسناب واشغل ولد عمي يقول يبي عامر يجي هنا بخيمة حنا لها، وانا جيته وبالاخير يعطينا بيت مكسور.